قد الخبر البارح مشات هي دوزات لقات فيها كورونا، وهاد السيده هذيك كتعطينا كاع الوسائل اللي كنخدموا بهم من ماسكات لي غون كاع الحوايج. حنا اللي بغينا نعرفوا واش حنا مرض ولا لا، بغينا يدير لنا التحاليل، ماشي قال لنا لا اليوم غيدير لنا لي زافي الشركه البلايص اللي كنبركوا فيهم، وحنايا ما غيدير لنا والو، الغد اللي نجيو نخدموا عادي. حنا ما بغيناش هاد الشيء، حنا بغينا نعرفوا حنا راسنا واش مرض ولا لا، هاد الشيء اللي بغينا نعرفوا حنايا، بغينا التحاليل. هو اللي قال لنا هاد البلاغ البارح، قال لنا هاد البلاغ باللي حنا غادي يدير لنا لي زانفي للشركه، ونهار الثلاث نجيو نخدموا عادي. لي ترونسبور دابا الدريات راه في المحمديه وما وصلهمش الترونسبور حيت ما كاينش اليوم، دونك غدا غيجيو كاملين. حنا راه اكثر من 200 وحده، راه هادشي راه خطر علينا، حنا خطر على والدينا. حنا دابا حنا بغينا نديروا لهم الحجر هنا، غنبقاو جالسين ليه هنا تيدير معنا شي حاجه.